ننتظر جالكسي سبيس وما دام انهم يخلصوا البلايند بيك. نتكلم الحين مع التورنمنت اورجنايزرز. Yes, it is Calyx. Weibach. Okay, thank you for tuning in. Huh? على المايك انا اشجعك وراح اشجعك بصراخ لا تحاتي. ما يبي لها ما يبي لها كلام هذه. كم فور الحين حنبدا الجيم. احمد احمد توهم خسرانين من الحين ما عليه. مساكين. طيب اهلا اهلا وسهلا صديقي المايك شغال بس ممتاز ممتاز حياك الله الله يحييك. فالحين جالكسي ضد عماد اللي هي موست لايك راح تكون الماتش اب كلاود ضد ماتا نايت ايه المتوقع ايه كلاود ماتا نايت او سونيك ماتا نايت لان عماد عنده سكندري سونيك الظاهر يعني انه خاش يعني حق بعض الماتش ابات التعبانه عنده يعني او شيء كذي عرفت و يعني معروف ان سونيك يعني ياذي بازر بشكل مو طبيعي عرفت شلون يعني شبه ما ينلعب الماتش اب عرفت شلون هو طبعا روزالينا هذول يمكن اسوء ماتش بين عنده فيعني اتوقع ان جالكسي لا يعني راح يروح ميتا نايت بحجه انه يعني لو كان اي من الاختيارين يعني عنده فرصه حلوه عرفت شلون صح اي حتى اتوقع انه ممكن في حاله اذا انه مثلا ما توفق في اول جيم ممكن يسوي كانتر بيك ما فهمت اذا انه خسر اول جيم اتوقع ممكن يسوي طبعا طبعا ما هذه هي لعبته عرفت يعني ان معظم اللاعبين يلعبون هاللعبه عندهم يعني سكندريز او حتى ممكن يعني اكثر من شخصيه يلعبها يعني يعتمد على حسب شنو الماتش بيحتاج او شنو يتطلب يعني عرفت شلون ممكن حتى مو بس مساله ماتش ممكن بس راحه بالك فاهمني صح في ناس يعني ما ترتاح على اي كاركتر تلعب فيه صحيح فالحين اشوف شويه كوتشنج من ري حق عماد طيب عماد عماد عرفت اللي خلاص يا حجي والله فاهم والله فاهم عارفين الماتش حفظناه خلاص اتوقع قاعد شو اتوقع يا الله والله بوزر 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 طيب اتوقع جالكس قاعد يطلع نوتس لا ماكو نوتس والله اللي قاعد يطلع الحين الدقه اللي بيسمعها حلو حيا الله المتابعين معنا مره ثانيه سامحونا على التاخير بس ان شاء الله يعني راح نبلش شوف الشباب بس تامر يلا يلا لا اقول يعني خلينا نعجل يلا الناس منتظرين اطلع اوه كلاود ضد باوزر والله بلش باوزر اوكي الحين المفروض يسوي بانل ستيجز طبعا اتوقع الماتش اب هذا ممكن لصالح كلاود هالماتش اب هذا اللي هو باوزر كلاود باوزر كلاود اي هذه صعبه شوي عرفت لان ترى يعني حط في بالك انه معظم طقات باوزر تطلع كلاود اوف ستيج فشلون بيرجع صح فاهم قصدي بس يعني اون ستيج اذا لعب ديفنس يعني اشوفه معقوله صح اتوقع ممكن يقدر يسوي له اوت سبيس او يحاول مثلا باكر ريتريتنج باكر ولا شيء زي كذا يجوز يجوز لكن يعني حط في بالك انه يعني جالكسي يعني من ماسترز البيفت جراب ما تحترم باك اير ولا نير يعني ممكن يمسكه من فريم من طقته عرفت هذا شيء يعني حيروحوا فاينل ديستنيشن ممتاز يلا فاينل ديستنيشن عندنا اول جيم هذا جالكسي سبيس مع بوزر وطبعا السيجنتشر داش اتاك في بدايه المباراه اوكي عرفت شلون حلو حلو طلع منها يدري انه يقدر يطلع منها يعني ب اطير ناس ادري حلو فحاليا جالكسي يبي هالجرابز هذول عشان يقدر يحصل كمبوات السلام والاب اير كمبو نايس. بريكر شيء جميل جدا الصراحه خوش تكنولوجي وفور دير وعماد حاليا قرب يحصل ليمت بس طبعا حط في بالك ان ليمت كروس سلاش يعني مو بالضروره راح تذبح باوزر باوزر لانه يعتبر صفر اغصبه اغصبه يصرفها الفلين ثرور خلاه يغصبه استخدمها وخسرها يا الهي اوه كان عجيب بالسايس يا الهي والله كانت خطره انت من هناك وفلين ثرور لكن يرجع اي هاي المشكله باوزر عنده كيمبنج تولز مره كويسه اي داون تلت عندك الفلين ثرور عرفت شلون حتى الاف سماش ترى يعني رينج ترى مو طبيعي ها اب اير
آه أوكي 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 نايس دي آي نايس دي آي عماد يعرف أوكي في الأب إير ترو لا, لا والله أنت من هناك قراب 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 شيل أسوي الحين جالكسي توقع كان هذا إنبوت إيرور إيه إمي بلمي إنبوت إيرور إمي بلمي إنبوت إيرور بس ممكن يقدر يرجع لأنه كلاود يقدر يكتب شوية بدري أي حلوة سلام هذا الأفتلت أها أوكي 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 قام يسوي الأبس ماش لأن فيها آرمر عارف قلت لك والله هذه المشكلة البيفت قراب ما يحترم عرفت ما في شيء اسمه حتى لو رمز حقك عالي خلاص سلام سلام أوكي بيشنس حلو أوه سوى مثل فنش بس قدر يجيبه لسه لا لا لأنه أوه كان حيجيب يا إلهي يا إلهي لا لأن شنو لأن عرفت اللي جالكسي عارف إنه يعني عنده الكل باور وإنه راح يعيش معظم الطاقات اللي راح يحذفها كلاود كلاود لازم يطق شيء ثقيل مثل إف سماش ولا حتى داون سماش من عند الليج أو ممكن حتى يعني ليمت كروس لاش حتى يعني لو سوى تريد حتكون لصالح أي بالضبط بالضبط أوكي هذا البيت قراب أوه باكر باكر طلع طبعا هو أوف ستيج الحين لازم ينتبه أوكي رد الستيج فرصة فرصة أوه كانت خطرة كانت خطرة لو سوى باكر خلاص إي بس شوف طالع هذا باوزر 150 ما زال عايش سلام على التك يا إلهي يا أخي والله أنيميشن التك ما يا إلهي والله صراحة رجع مو طبيعية ما شاء الله مو طبيعي جالكسي يا أخي والله حتى ما بدالي أقول يا أخي شكل تك باوزر يضحك شفت شلون يدور سنين سنين رجع طبعا عماد لازم يحاول يلاقي طريقة يسوي أداءات ممكن يغير الأبروتش حقه في الجيم والله للأمانة ترى ما كان قاعد يسوي شيء غلط يعني بالعكس قاعد يطلع من الأب ثروز بأب إير وسوالف حلوة عرفت شلون؟ يعني كلاود يعني في حاجات قليلة أصلا يقدر يسويها ضد باوزر صحيح ضد أصلا. صحيح صحيح خلينا نشوف ممكن هو أتوقع كمان المرة ما ساعده كمان الإنبوت إيرور لما حاول يسوي ريكفري ضيع الستوك شوية بدري إي همسح همسح حاول ينتبه همسح طبعا في عماد قاعد ياخذ كوتشنج من موم إي أنت سناك اوكي كان طفك سونيك اوكي انا الحين اتوقع يعني يختار يعني قاعد يتناقشون على شنو يختارون من ستيج ستيج اي احمد احمد ثواني بس بعد انك ها معلش تري لازم كوتشنج للعيال طبيعي من فريقك مو طبيعي بعد عرشان فالحين يعني ما ادري بالضبط اي ستيج بيروحون لنا كانوا قاعد يتناقشون على شنو البام بيكون بس اللي استغربت منه انه يعني عماد على طول نقى سونيك يعني شكله اف دي مره ثانيه اف دي شكله اف دي شكله اف دي اف دي ترى حلوه يعني حق سونيك مساحه كبيره يتحرك فيها يعني عارف انت السيلينج عالي كمان السيلينج عالي ما ينفع مع باوزر اي شيء ما يفرق معه بس ممكن عارف يعني هو كان بوتنشلي ممكن يكون احسن ستيج حقه باتل فيلد لان الفورورد سماش الطق من تحت اللج عارف لج باتل فيلد تعبان أيوه. فلما بيسوي ريكفر يعني هذا يتاذي اوه في كاونتر فليك صار في خلاف على الكاونتر بيكينج في الشخصيات اي الظاهر قاعد يتناقشون على شلون بيصير الكاونتر بيك هو اتوقع كان المفروض لان اللي اعرفه انا المفروض انه يختارون الستيج بعدين الكاونتر لازم تختار الستيج اول بعدين تختار الكاركتر نو 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 شوف انت يسوي بان الستيج يو تشوز الستيج حلو هو يختار كاركتر انت تختار كاركتر لان كاونتر بيكك انت فاهم اي يعني في احتمال ممكن اي لخبطة بسيطة يعني بسيطة. عادي اوكي جالكسي حول لماتا نايت اي حنشوف عماد ممكن يرجع يحول او حيثبت على سونيك ترى حتى سونيك اختيار جبار على فكرة على سونيك ترى قوي جاي حيل ضد ماتا نايت لا قرر يرجع الكلاود ممكن مرتاح اكثر في الماتشاب هذا اتوقع ممكن الماتشاب هذا حيكون اسهل لعماد بكلاود مقارنة بباوزر والله هو ابخص يعني انا للامانة ما شفت سونيك عماد لكن يعني هو لاعب ذكي وانا ادري ان شاء الله يعني بيختار الشيء اللي يشوفه هو احسن له
شوف طبعا احنا 1-0 لصالح جالكسي. اي طبعا جالكسي يعني في البدايه راح تشوف يعني شغله حلوه يعني احب اشوفها في متنايت ان الموفمنت ماله عجيب، راح تشوف وايد اكستندد داش دانس، راح تشوف يعني يعني حركات حلوه عرفت شلون، بس بنفس الوقت يعني عماد يعني مو غريب على الموفمنت القوي عرفت شلون. سلام حلوه حلو يا اخي، استخدام عماد حق الاب اير عجيب صح، كان ما شاء الله يقدر يجيب الريد على الاير دوج وزي كذا، ويعني يستخدمه ككامبو بريكر بطريقه حلوه يعني يسويها مع فاست فول ينزل نفسه وعلى طول يطلع الهيت بوكس عشان يدمج. اي يا الهي الله اكبر. اوه اسماش اتوقع ممكن حيضطر يستخدم الليمت. اوكي قدر يرجع ستيج، كانت خطره كانت خطره. حلو داش اتاك. اوكي 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 نايس 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 نايس. اوكي قدر يرجع على الارض. حلو حاليا عماد يعني يدري ان جالكسي يبي دش قبل ما يحصل الليمت عرفت؟ صح لعب حلو من عماد هذا الفور ثرو. هلا الحين عنده الليد. اي سلام عليك. الجقل. هذا الجقل الحين اوكي الليمت موجود. الليمت كروس سلاش راح تكون خطره. اوه كان حياخذ ولكن عبالك انه في خطره. هذا تشلاود. اوه اوكي 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 كان 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 الويت حلو على الاير دوج، واللي احلى بعد كان الدونير هذه على الدومبي. هي الاكتف فريمز حقيقي يطول عارف انه عنده هابت انه يحب يجيب الدومبي. سلام الباكر. باكر حلوه. اوكي حاليا تو ساكس عند عماد. اوه فنش يمكن كان ناطر اير دوج. يلا بيجيب الليمت صار عنده الليمت. هذا الحين الليمت عنده مره ثانيه طبعا عنده ريج والويت حق مثلا مو مره اي يعني اتوقع حاليا ترى ممكن يعني الداون بي ترى اتوقع تذبح لا الحين 100% جالكسي لازم ينتبه الحين احاول ممكن يتخلص من الليمت عشان يقدر يعطي نفسه فرص اكثر. اي اي ابر حلوه دانس ماشي طلع برا الستيج. اوكي بس ما خلاه يستخدم الليمت. حلو 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 كان ناطر كان ناطر الجمب او الجيت اب اتوقع حاليا طب. الجيم حيل من صالح عماد. سلام على الداونير يرجع الستيج نايس بس ما يرجع خلاص الداونير الثاني هذه ثابته. حلو حلو ممتاز ادج جاردنج ممتاز من جاركس. اي وهذه قوه ميتانايت في الماتش اب نفسه انه يعني ادج جارده وايد قوي ضد الشخصيات هذه اللي ريكفريها سيء يعني مثلا عندك كلاود على كابتن فالكن طبعا يعني عارف شلون ايضا حتى انت ترى روزالينا لان تدري الابي ماتها ما فيها هيت بوكس صح فيعني ياذيها. جاب لوك اب تلت اب تلت اب اير اب اير لا بوشها شارو من فرصة ثانية حق عماد قدر يوخر. حلوة حلو الحين كروس سلاش من الطرف 100% راح تذبح. اوكي نايس رو هل حيقدر ينهيها؟ حلو استخدام حلو حق موبيلتي ميتا نايت لان حط في بالك انه يعني وايد ناس على طول يعني يروحون حق اوبشن انه انزل بهجمة او اوف وايد ناس اقول لك يعني يروحون حق اوبشن هجمة او اير دوج صح مع انه يعني عندهم اوبشنات اكثر يعني بشخصياتهم. واحد حلو 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 هل حيقدر يرجع الجيم جاكسي؟ اوه سلام انطر الاير دوج الله اكبر. اوكي قدر ايش يرجع الستيج. اوكي اوكي حلو 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 الدانير انقذته الحين اب اير ترى اتوقع تذبح داش اتاك تذبح. اوه حلوه من عماد حلوه من عماد ممتاز افتراس واحد صراحه افتراس طبعا اتوقع ممكن حيصير ممكن كان تفهم احتمال جالكسي يرجع لباوزر. والله يعني هو حاليا الكاونتر بيك ماله فيعني ما ادري. والكوتش اس اس جاي يسوي كوتش لجالكسي اتوقع ممكن احد حيجي يسوي كوتش اوكي لعماد اللي هو محمد. اي لا بس الصراحه الجيم حامي والله صراحه فني. اي يعني باك اند فورث اسرع سريع بس حسيت انه جالكسي قدر يمسك نفسه على نهايه الجيم قدر يحاول اتوقع جاب سم سورت اوف داونلود قدر ياخذ شويه مومنتم في النهايه ف في حال لعبه نفس الماتش ممكن يكون بدايه افضل لجالكسي. اي عماد عماد في انتظار موم لازم شويه كوتشنج. لا هو مو بالضبط كوتشنج يعني عرفت اللي يعني يعني استشاره ضروريه. منو بينقي؟ منو بينقي؟ ثواني بس بعد انك خذ راحتك. طبعا كوتش ار كي في راح لازم يسوي كوتش ل جالكسي. سوبر اول الجيم ايفن ايد سي اوفر اول حاسس انه عماد ممكن عنده شويه خبره في الماتش ضد ماترايت اكثر من باوزر وحتى عامة حتى لما تكون تعرف الماتش اب حق باوزر هو شويه صعب المعامله معاه لانه
حتى لو انك عارف ايش لازم تسوي تغلط غلطه غلطتين خاص رجع لك البرسنتج، وكمان البيفت كراب رينج حقها شويه اوت رينج، يعني بعض الشخصيات كومبليتلي تسوي اوت رينج لكل اوبشن عندك. وكلاود ما احس عنده اوبشنز مره كثير انه يقدر يسوي ابروتش مثلا ريتريتنج باكر، فما ذلك لسه بوث سايدز اوف جيتنج كوتش حاليا. عماد عنده ستيل بول راي وجالكس قاعد يصير له كوتش من ار كي بي. بوث بلايرز يعني as you can see يعني they want to win it so bad. الفائز من الاثنين حيباري توكي من الرياض. So let's see how that goes. اوكي. جالكسي شكله حيرجع لباوزر. اي رجع حق باوزر لانه كان يعني البان من عماد كان باتل فيلد. عرفت؟ مع انه يعني صراحه بان غريب، انا مستغرب ليش سوى بان حق باتل فيلد. بس يعني بالنسبه حق جالكسي يعني كان يبي يشوف اذا هل كان يجي راح يجي سونيك ولا راح يجي الكلاود، عرفت؟ نايس. لان يعني قلت لك انا سونيك باوزر حيل حيل متعبه حقه. بالنسبه لباوزر اي حيل حيل صعب الماتش اب مره. بدايه حلوه حق عماد حاليا. اوه اب سماش اي عرف له يدري انه بيسوي الاب اير فخلاص قام يسوي الاب سماش على طول. طيب رجعنا للاف بي مره ثالثه. سلام جيم جميله. بس حيضطر يستخدم الليمت. ما هي مشكله عماد عنده الليت فما هو ما هو محتاج الليمت. اي نايس سبيسنج بالباكير. بداية أفضل عماد القرنة في الجيم الأول. مسكه ما يا أخي والله لما يجيك باوزر كذي يركض خلاص يعني عرفت اللي تحوشك انحش خلاص افقع ولسه دزه ما تقدر. يا إله البيفت كراب يا إله البيفت كراب. اوه باكير يا إله البيفت كراب. طبعا لازم انتبه. هل حيصير له غصب يستخدم الليمت؟ سلام تفكير جيد من جالكسي. اي وهم عماد يعني مو قاعد يخلي التوتر يسيطر عليه. ترى ما زالت قريبه حيل يعني على 14% ترى مو فرق. حاول بوش السايد بي بوش السايد بي كان يبي السايد بي. حلوه نايس حلوه موفمنت ما شاء الله حق جالكسي. لاحظ حده انه راح ينطره تحت فسوى اير دوج وبعدين سوى لها ليج كانسل حق الباكر. اوكي اوف ستيج اوف ستيج ما عنده جمب بس قدر يرجع داش اتاك. اوكي داش اتاك داش اتاك يردها حلوه الفير ما تذبح. باوزر ثقيل حلوه الابتلت فنش سلام افتلت افتل ما رسبك ذات. اوكي ما كلش طاو يا الهي حيرجع يصير زي اول جيم لازم ينتبه عماد. اوكي حاليا جالكسي مع كل هالريج خطر حيل جدا. بس طبعا حيل حيل خطر كل صد لازم ينت حلوه داش اتاك مع الشارج حتى مع الشارج ما ذبحت يا اخي والله. باوزر 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 بوزر خلاص والله عبالكم انتو هذا بوزر لانه اتوقع هذا ممكن كل فرصه الحين يعتبر. اي استخدم الليمت. اوكي نايس داونر هذا الفير حاليا يعني عماد يبي يسوي يعني يبي الذبح هذه عشان يخلص الموضوع. لا لازم يحاول لان باوزر مع ريج يعني ترى يلمسك خلاص. اي بالضبط. اوكي نوع هالمره سوى الرول نايس سبوتش لازم يحاول نايس تفشل نايس تفشل والباكر كفل والباكر تاخذها شوي فرسانت بس عنده ليمت فممكن يقدر يرجعها. اي لا طبعا الليمت يعني شيء اساسي صح. حلوه الجاز الفرسنتج هذا فرسنتج حد اب ثرو اب اوه البيفت كراب خلاه يستخدم الليمت. اي رقد يا الهي لسه الله يخوف والله الى عرضت لاخر الدنيا. ها جالس قاعد يدور على القراب يبي القراب خاص يبغى ينهيها. اوه نايس 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 جابات حلوه سلام حلوتك الله اكبر حيقدر يرجع الله اكبر. اوه رننج اب سماش خلاص عرف انه خلاص بس يلا خلاص سوى انه كل مره بيركض عنده يا انه بيحاول شاف الشورت هوب شاف الشورت هوب المره كان جاهز قال له اوكي بتسوي شورت هوب اب اير خذ لك واحد خلاص اي شيء تسويه عندي ارمر لا بس والله عافيه العماد والله الصراحه ما شاء الله عليه يعني بدع كان قريب يجيب الكمباك كان راح يجيب الكمباك والله كان جيم مره حلو مات خلاني ايه هلا يا الحين نترككم معاكم يعطيك العافيه الله يعافيك يلا معاكم
حبيبي. يلا شباب الستريم، شلون الستريم معاكم؟ ان شاء الله يكون واضح. برنس ام اولموست بيت. اوكي الحين بيكون عندنا كنا ابو شاهين ضد موم صح، او تحديدا كوكو موم السبونسر الجديد. طبعا تامر غير رايه، ما يبغى يعلق.